السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الرياضية أبدوها بأبرز العناوين. اليوم القوى الجوية يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا، والشرطة يواصل تحذيراته لموقعة الدحيل. الزوراء يحقق فوزا صعبا على الصناعات الكهربائية في ختام منافسات الجولة 27. العراق يحصد المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح دعمه لاستضافة البصرة لبطولة خليج 25. وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان إن رئيس الجمهورية استقبل محافظ البصرة أسعد العيداني في قصر السلام ببغداد، ولفت إلى مناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، حيث جرى التأكيد على ضرورة النهوض بواقع أهلها عبر توفير الخدمات وفرص العمل لشبابها. وأضاف البيان أن صالح أكد دعمه لاستضافة البصرة لبطولة خليج 25 لتجسيد روح الأخوة والصداقة المشتركة، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة نحو تلبية طموح الشارع الرياضي العراقي في استضافة البطولات الدولية. كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن الموعد الذي ستتخذ فيه اللجنة الخليجية قرارها النهائي بشأن بطولة خليج 25. وقال درجال إن اللجنة الخليجية ستتخذ قرارها النهائي بشأن البطولة في 26 من نيسان الحالي، وأضاف أن الوفد الخليجي أبدى سعادته للاهتمام الحكومي باستضافة خليج 25. وبين درجال أن الشركة المنفذة لملعب الميناء ستنهي أعمالها في 15 من أيلول المقبل، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة الصحة لإقامة جدول خاص بإعطاء الرياضيين لقاح كورونا. يدخل منتخبنا الوطني بكرة القدم معسكرا تدريبيا في البصرة الشهر المقبل، تتخلله مباراة ودية أمام طاجكستان. يأتي ذلك ضمن المنهاج الذي وضعه المدرب كاتانيتش للتحضير للتصفيات الآسيوية المشتركة والتي ستستأنف في حزيران المقبل. وصلت لمحمد قاسم، عالية الكرة، محمد قاسم. الشيء الأهم هو إعداد المنتخب الوطني بشكل مثالي ولا يهم تأجيل الدوري، هكذا أعلنتها الهيئة التطبيعية في اتحاد كرة القدم بعد قرب موعد انطلاق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر وكأس آسيا في الصين، والتي ستنطلق بداية شهر حزيران المقبل في دولة البحرين، بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي أن تلعب التصفيات بنظام التجمع بسبب وباء كورونا. كاتانيتش طالب الاتحاد بدخول المنتخب الوطني بمعسكر تدريبي قبل السفر إلى المنامة مع تأمين عدد من المباريات الودية. وبدوره الاتحاد فتح الاتحادات في القارة الآسيوية وحتى الإفريقية، وجاءت الموافقة النهائية الآن من منتخب طاجكستان سيلاقي الأسود في البصرة في 24 من شهر آيار المقبل، وبانتظار تأمين مباراة ودية أخرى بالقريب العاجل تكون قبل دخول الأسود في معترك التصفيات النهائية وإكمال تحقيق حلم التأهل إلى المونديال والاستمرار بتصدر المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البحرين صاحب الأرض وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا. بعد ركابي العراقية الرياضية. أنهى فريق القوى الجوية وحداته التدريبية على ملعب الشارقة الثانوي في الإمارات تحضيرا لمواجهة الشارقة اليوم الأربعاء ضمن منافسات دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا. كتيبة أوديشوا تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في أولى المباريات من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من البطولة. يذكر أن القوى الجوية ينافس في المجموعة الثانية إلى جانب الشارقة الإماراتي وبختكور الأوزبكي، بالإضافة
إلى التراكتور سازي الإيراني. فريق القوة الجوية ولاعبين القوة الجوية على قدر المسؤولية وعلى قد الثقة اللي دائما ما نتكلم احنا بها عن هؤلاء اللاعبين ان شاء الله، ويبقى شعار النادي الاول والاخير وحب الجمهور وحب النادي هو الاول والاخير. انتظرنا بطولة صعبة، الحمد لله الفريق جاهز، جميع اللاعبين جاهزين، ما عندنا اي مشاكل. مباراتنا بعد بكره ان شاء الله ويا الفريق الاماراتي. بالنسبه للموضوع اللي صار بالمطار، صار مشكله بالمطار، تاخرت عنهم في تقريبا ساعه ونص ساعتين، والحمد لله الموضوع هذا انفض على خير وسلامه، واتمنى الله يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله الفريق مستعد، بيتم الاستعداد، الاجواء مثاليه، الحمد لله وشكر الفريق جاهز. ان شاء الله يا رب نقدم مباراه تظهر بصوره جيده بالنسبه لنا كلاعبين وكنادي جماهير القوة الجوية. نوعد الجماهير يا رب إن شاء الله نكون خير التمثيل بالمحافل الخارجية إن شاء الله. فريق جاهز، بتم الاستعداد، الحمد لله شكر، ما عندنا أي نقص، ومثل ما تعرف ما نقدر نخفى عليك مجموعتنا مو بالسهلة، لكن فريقنا الحمد لله والشكر جاهز، وإن شاء الله نقدم شيء يليق باسم العراق وباسم القوة الجوية وجمهوره. احنا دائما نوعدهم بالبصمه مالتنا، وان شاء الله المباراه الاولى ويا فريق شارقه راح نكون بتتم جاهزين ان شاء الله، ونحقق 3 نقاط، واحنا ان شاء الله بالمجموعه نطمح للمزيد من التالق، نرجع ان شاء الله للعراق نكمل بالدوري مالتنا. الحمد لله الفريق كلهم اخوه، ماكو اي فرق بيناتنا، الحمد لله كل شيء جاهز، كل شيء عند المسؤوليه مالته، وان شاء الله نوعدهم بالمزيد من التالق ان شاء الله والفوز ان شاء الله. يواصل فريق الشرطة بكرة القدم تدريباته استعدادا للمباراة الافتتاحية أمام الدحيل القطري يوم غد الخميس ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويسعى القيثارة لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة رغم صعوبة المجموعة التي ينافس فيها، حيث تضم فرق الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والدحيل القطري، وسيفتقد الفريق لخدمات مروان حسين ومحمد مزهر وأحمد جلال بداعي الإصابة. يذكر أن الشرطة شارك في البطولة الماضية وخرج من الدور الأول من المسابقة. خطف فريق الزوراء فوزا صعبا من مضيفي الصناعات الكهربائية بهدف دون رد على ملعب الصناعة في ختام الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز، ومنحت لجنة المسابقات فريق الزوراء وقتا كافيا لاستعادة جاهزيته بعد خروجه من الملحق الآسيوي بخسارته أمام الوحدة الإماراتي. وظهر الزوراء منهكا في المباراة وعانى أمام الصناعات الذي أضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة، وفي الدقيقة 83 تمكن علاء عبد الزهرة من تسديد كرة قوية سجل منها هدف المباراة الوحيد ليرفع الزوراء رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 27 في المركز 16. أعلن نادي الكهرباء عن اسماء الكادر التدريبي المساعد لمدرب الفريق الكروي أحمد صلاح. قال المنسق الإعلامي للنادي خيام الخزرجي إن الهيئة الإدارية سمت مازن عبد الستار وفريد مجيد مساعدي لمدرب الفريق الكروي أحمد صلاح، وأوضح أن الإدارة سمت وسام قاصد مدربا لحراس المرمى، مشيرا إلى أن المدرب السابق عباس عطية سيعمل مستشارا فنيا للكادر التدريبي. وافقت الهيئة التطبيعية على مشاركة منتخب الصالات في بطولة كأس العرب التي ستقام في مصر في الفترة بين 20 و30 من شهر أيار المقبل، وأعلنت 6 منتخبات موافقتها على المشاركة في البطولة، وهي الإمارات والمغرب والسعودية والبحرين في جانب الدولة المستضيفة مصر فضلا عن العراق. وكانت الهيئة التطبيعية قد تلقت الدعوة الرسمية من اللجنة المنظمة للمشاركة في بطولة كأس العرب، وجاءت الموافقة في خطوة لتوفير أفضل سبل التحضير لأسود الرافدين للبطولات الدورية المقبلة للاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المنتخبات العربية القوية في القارتين الآسيوية والإفريقية. توج نادي المسية بطلا لدور المحافظة للشباب بكرة القدم إثر فوزه على جناء بابل بركلات الترجيح. المزيد مع علاء الجراح.
اختتم دوري الأندية المحافظة للشباب بكرة القدم بالمباراة الختامية بين فريق شباب المسيب وفريق جنائم بابل، حيث تنافس الفريقان في شوط مباراتهما الأول حتى انتهى بهدف واحد للمسيب مقابل لا شيء لجنائم بابل. بطولة حقيقة أفرزت طاقات شبابية واعدة. اليوم إن شاء الله النهائي مثل ما أمامكم، ناديي المسيب وجنائم بابل قدموا عروض متميزة أهلهم أنه يصدرون الفرق والمجموعتين وبالتالي يلعبون النهائي. الشوط الأول احنا كنا ضاغطين يعني بالنسبة كبيرة، صار خطأ تحكيم أو لربما نقول خطأ دفاعي، حصلوا على ركلة جزاء وكان الشوط الأول يعني أغلب الفرص إنه، بس كان ينقص اللاعبين الخبرة وتوقف كورونا تعرفون يعني حصص تدريبيه ماكو، ان شاء الله بالشوط الثاني راح يكون اكو تعويض. شباب المسيب فريق يعني من افضل فرق المحافظه السنه، من افضل الفئات اللي عندنا بالنادي، صعد للنهائي بالفوز بجميع مباريات البطوله، ونتامل ناخذون المركز الاول. الشوط الاول انتهى 1-0 نادي المسيب، وان شاء الله عززوه بالشوط الثاني بهدف او هدفين. اما الشوط الثاني فقد عزز المسيب هدفه الاول بهدف ثاني، ومن صوله لجنائم بابل عادل الكفه بهدفين، ولكون المباراة نهائية ذهب إلى ركلات الجزاء ليحسم المسيب المباراة لصالحه. أشكر لاعبين نادي المسيب لأن قدموا موجود مجهود في غاية الروعة، والحمد لله هاي الفترة اللي كانت نجاحنا وأخذنا بطولة المحافظة. مبروك لفريقنا شباب نادي المسيب، هارد لك نادي جنائم بابل، وإن شاء الله التنظيم هذا حلو يخبل وما بي أي شيء. وبعد الركلات الترجيحية نادي المسيب يتوج بطلا لدوري أندية المحافظة للشباب ليستولي على كأس البطولة في ختامها. من بابل علاء الجراح، الرياضية العراقية. وعلى الدوري النسوي بكرة الصالات، حيث تمكن سيدات القوة الجوية من خطف لقب البطولة بعد الفوز على الزوراء بثلاثة أهداف دون رد. المزيد مع زيد غالب. عندما نسمع باسمي الزوراء والجوية وهم يتواجهون كرويا، تختلف كل معاني المتابعة والجمالية في لقائهما، إذ يكون له مكانة خاصة تنتج حكاية فيها أحداث مشوقة دائما. وهذا الشيء تجسد أيضا في نهائي دوري كرة الصالات النسوي بين النورس الزورائي والصقر الجوي. البداية هدوء نسبي استمر لدقائق معدودة، لكنه سرعان ما انتهى ليضغي عنصرا السرعة والقوة على الفريقين اللذين أخذ كل واحد منهما يضغط على الآخر. نساء الجوية وجدنا منافذ تمكنا من خلالها من تسجيل الهدف الأول. الهجوم المباغت تميزنا به الزورائيات، إذ أردنا تحريك شباك خصمهن، لكن الشباك بقيت دون حراك بسبب قوة الخط الدفاعي وحراسة المرمى، ليستمر نشاط الفريقين كشعلة نار. المتقدم يسعى إضافة هدف آخر، أما المتأخر فيعمل على تعديل النتيجة بكل الطرق، لكنه لم يتمكن، بل بالعكس تحركت شباكه بهدف ثاني للجوية، استطاع من إنهاء هذا الشوط بهدفين نظيفين. الشوط الثاني المدربان وضعا خطط جديدة لإعادة الحسابات ولتصحيح الأخطاء. الصقر الجوي سرعان ما حلق ليقتحم عش النوارس من كل الجهات، الأبيض بقي يدافع لإبعاد الخطر عنه من خلال تشكيل خط دفاعي متماسك، لكنه لم يصمد كثيرا أمام سيل الهجمات الجوية ليضيفوا الهدف الثالث. الزورائيات رغم تأخرهن إلا أنهن لم يرفعن الراية البيضاء رغبة في تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي. هدف الشرف بقي غائبا، لينجحن نساء الجوية من إنهاء اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة. لعبات على مستوى عالي بكل أمانة، قدمن بهذه الفترة والثلاث لعبات اللي لعبناها بأرقى مستوى من واجبات، من التزام، من عمل. إحنا لأن فريقين صعبين بالمجموعة اللي هو غازي الشمال واللي هو نادي الزوراء. تغير المباراة بشكل تكتيك، لكن هاي إمكانيات اللاعبات البدنية، زائدا الأخطاء موجودة، ضغط عالي، مباراة ضغط عالي، مباراة زوراء وجوية كبيرة دائما. قدرنا نحقق الفوز على نادي الزوراء طبعا بجهود اللاعبات والكادر التدريبي والإدارة. فريق الزوراء قدم أداء جيد جدا، لكن الحظ لم يحالفنا بهاي المباراة بالذات. الحسابات بعد انتهاء هذا اللقاء وضعت فريق الجوية بالمركز الأول، وحل ثانيا غازي الشمال، وكان بالترتيب الثالث الزوراء. بعد رحلة طويلة وشاقة استطاع الصقر الجوي من الانقضاض على كأس الدوري وبكل جدارة،
الذي جاء بتضافر كل الجهود المنضوية تحت خيمة هذا الفريق، مما أطلق الفرحة لكل العشاق والمناصرين لاسم القوة الجوية. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد. تغلب نادي الحشد الشعبي على غاز الشمال ب 75 نقطة ل 62 ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة. نتابع. حل نادي الحشد الشعبي ضيفا على نادي غاز الشمال ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة. مدربا الفريقين أكدا على الجهوزية التامة لهذا اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة طيبة تليق باسم الفريقين. احنا ننظر لفريقنا اكثر ما ننظر للفرق المقابلة، احنا نلعب ضمن فلسفة، نحاول ننجح هذه الفلسفة، واليوم ان شاء الله يعني عادين اعداد جيد لهذه المباراة من ناحية الديفنس والاوفنس، وممكن تكون مباراة اعداد للمباريات القادمة، ونسأل الله التوفيق. مباراتنا ضد نادي الحشد مباراة مو سهلة، وتعرف الحشد نادي بالمربع الذهبي ونادي يضم لاعبين منتخب عراق وعندهم محترف على مستوى عالي على آسيا. احنا نحاول ان شاء الله اليوم نكون نتقوي لنادي الحشد ونقدم مباراة حلوة تليق بسمعة غاز الشمال. الربع الاول والثاني شهدا تفوق نادي الحشد الشعبي على حساب نادي غاز الشمال، والتوقعات تبقى قابلة للتغيير ببقاء ربعين اخرين قبل صافرة الختام. دخلنا المباراة شوية فريق نوعا ما بارد، وهل تشوف النتيجة ماكو فرق، فرق قليل، فرق ستين لمصلحتنا، بس راح ندخل الربع الثاني والثالث ان شاء الله راح نزيد الفرق وراح نلعب صورة جيدة. مباراة كان ختامها مسك بالنسبة لنادي الحشد الشعبي، والذي حقق فوزا مستحقا على غاز الشمال ب 75 نقطة مقابل 62. تمكننا من الفوز على فريق غاز الشمال فارق 13 نقطة. صراحة مباراة كان شوية تف جيم بالبداية، مباراة كانت صعبة، كان اكو ضربة هواية عن لاعبين شباب ارتكبوا اخطاء هواية، ما قدرنا نوصل للسلة طبعا بالربعين الاول والثاني. المدرب حاول يجرب لاعبين شباب جدد ببداية الجيم، بس الحمد لله والشكر بالكواتر الثالث والرابع قدرنا نرجع للجيم، ويعني يكون ون سايد جيم، مباراة من طرف واحد قدرنا ناخذها. احنا بالفترة الاولى والثانية شوية يعني قاومنا، بس تعرف فارق الخبرة واحنا فريقنا اغلبيتهم شباب، وشويه يعني التحكيم يعني مجاملات، يعني دائما التحكيم يصير بمجاملات للفرق الاولى اللي يعني شلون نقول بالمربع تصير، فاحنا قدمنا اللي علينا وان شاء الله القادم افضل. للعراقيه الرياضيه حسام كريم، كركوك. تفوق نادي الناصريه على نظيره الشطره في اطار منافسات دوري الدرجه الاولى بكره السله ب 63 نقطه مقابل 53. ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لأندية محافظة ذي قار بكرة السلة، شهدت قاعة الناصرية المغلقة لقاء نادي الناصرية ونظيره نادي الشطرة. تقارب مستوى الفريقين أضفى ندية واضحة على مجريات المباراة التي كانت أشواطها سجالا بين الطرفين. عامل الخبرة رجح كفة نادي الناصرية الذي تمكن من إنهاء اللقاء لصالحه ب 63 نقطة مقابل 53 للشطرة. بالحقيقة احنا لاعبين مثل ما تعرف لاعبين هم الأول نادي الناصرية، تدرجوا من الأشبال والناشئين والشباب، واليوم لعب متقدمين، قاعد يلاقون بعض الصعوبات، بس للحمد لله والشكر انه قاعد يطورون يوم عن يوم من خلال زيادة تجربتهم باللعب. اليوم توجوا هذا بفوز اليوم على نادي الشطرة. كفريق ما شاء الله بدأ يتطور لعبة على لعبة، ونشوف يعني تقريبا مستوانا جاي يصعد عن باقي الفرق. فيما طالب مدرب نادي الشطرة الاتحاد المركزي لكرة السلة برفع عدد المتأهلين عن المجموعة إلى ثلاثة فرق بدل فريقين، تماشيا مع إمكانيات أندية المحافظة بحسب رأيه. محافظتنا أقوى محافظة بها خمس أندية نفس المستوى، احنا نطالب من الاتحاد يريد يسوي لنا بدل ما فريقين ثلاثة أو يا حبذا أربعة، يعني هنا المنافسة شرسة. وتعرف أنت فريق شبابي وأول مرة يشارك يعني بهاي المجموعة، والقادم أفضل إن شاء الله. وستجمع الجولة المقبلة نادي الناصرية مع نادي القلعة، فيما سيلاعب نادي الشطرة نادي الرفاعي. فوز مستحق لنادي الناصرية يعزز به فرصه في التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات. من قاعة الناصرية المغلقة، أحمد يونس، العراقية الرياضية. حصد المنتخب الوطني لألعاب القوى المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية التي أقيمت على مدى يومين في مدينة مشهد الإيرانية بعد أن حصد 14 وساما متنوعا.
ليحل في الترتيب الأول، إذ حقق منتخبنا 8 ميداليات ذهبية وفضيتين وأربع ميداليات برونزية، حيث قدم لاعبونا في البطولة أداء ملفتا مكنهم من تحقيق هذا الإنجاز. يذكر أن هذه المشاركة هي الأولى للمنتخب الوطني لألعاب القوى خارجيا بعد إغلاق المدن جراء اجتياح جائحة كورونا منذ العام الماضي. هذا وبارك رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي حصول العراق على المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى الآسيوية لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة مشهد الإيرانية. وقدم النائب عليوي التهاني والتبريكات إلى اتحاد ألعاب القوى والملاك التدريبي والمنتخب الوطني واللاعبين بالإنجازات المهمة في هذه البطولة ورفع اسم العراق عاليا في المحافل الرياضية والعربية والدولية. في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظة الموصل، شاركت أكثر من 50 فتاة في ماراثون التحدي من خلال سباق للدراجات الهوائية. خالد الجبوري. في بادرة قد تعد الأولى من نوعها على مستوى مدينة الموصل، أكثر من 50 فتاة موصلية شاركن في ماراثون التحدي من خلال سباق للدراجات الهوائية، والذي أقامته منظمة جسر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث انطلق السباق من الجامع النوري الكبير منتهيا في سوق النجفي أقدم أسواق المدينة. الحمد لله قدرنا اليوم نقيم هذا العرس الجماهيري للدراجات الهوائية، والرسالة نريد نوجهها للشباب وللمجتمع أنه قيادة المرأة للدراجة الهوائية ما بها أي مشكلة، ما بها أي عيب، واحنا نشجع على هذا الشيء وندعم المرأة حالها حال الولد. اليوم ركوب الدراجة الهوائية للبنات والأولاد يعني فشي كان نجاح كلش كبير، هذا انطلاق أول فريق دراجات هوائية نساء في مدينة الموصل. الفكرة صار لها سنة ونص احنا شغالين عليها، ما قدرنا نطبقها لأنه ما كان عندنا دعم. اليوم حصلنا دعم من منظمة اليو بي بي وقدرنا نشكل هذا الفريق، وإن شاء الله عندنا بعد نشاطات بهذا الفريق ومستمرين. عدد المشاركين 35. الانطلاقة كانت من جامع النوري وإلى هالمكان المكتبة العربية اللي وراء شارع النجف. عندنا مبادرات مستقبلا اللي هي بتشكيل فريق دراجو الموصل، الفريق راح يكون مكون بنات واولاد، وعندنا عده نشاطات ولكن ما نحب نذكرها هلا. رساله كلش واضحه والكل شافها انه احنا نريد نفعل دور المراه في مدينه الموصل او بالتحديد في نينوى. قمنا الدورة لمدة 5 أيام بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة نينوى وبدعم من منظمة اليو بي بي لتفعيل وتطوير دور المرأة. دربوهم لمدة 4 أيام على الدراجات الهوائية، وهاليوم كان لهم ماراثون. غايتنا من هذا التدريب ومن هاي الفعالية انه البنت هي تقدر تسوي كل شيء، تقدر تروح لمدرستها او للأسواق او ممكن لدوامها عن طريق الدراجة الهوائية. الفتيات المشاركات أكدن على أن هذا النشاط جاء للتأكيد على دور المرأة والفتاة في المجتمع الموصلي، وأن حقها في قيادة السيارة أو العجلة الهوائية ليس مقتصرا على الرجال فقط. حاب أوصل الرسالة أنه مو عيب تسوقون بايسيكلات، وهذا شيء طبيعي من حق أي بنت تسوق بايسيكل يعني، ويعني كانت ماراثون ممتع كلش يعني. طبيعة المشاركة كانت عن طريق منظمة اليو بي بي اللي هي يعني متطوعة بها. احنا منظمة اليو بي بي تقدم دورات تدعم المرأة، تشجع المرأة، فكانت من ضمن هاي الدورات دورات الدراجات الهوائية، فشاركت بها اني لان حبيت اوصل فكرة ان البايسيكل ظاهرة حضارية، اني جاي من منطقة متحفظة بالعادات والتقاليد، يعني فحبيت اوصل فكرة ان الدراجة الهوائية ظاهرة حضارية، وسيلة نقل حال السيارة، يعني هسه احنا حاليا نسوق سيارة، شنو يمنعنا من نسوق الدراجة الهوائية؟ رسالة مفادها أن للمرأة حقوق كما للشباب طالما كانت ضمن حدود اللياقة والأعراف، فقيادتها للدراجة الهوائية ليس بالأمر المعيب، كما يعتبر تحديا للأفكار الظلامية التي حاولت اضطهاد المرأة وسلب حقوقها. لقناة العراقية الرياضية خالد جبوري، الموصل. نظم الاتحاد المركزي للتايكوندو تصفيات اختيار لاعبي المنتخب الوطني تحضيرا للمشاركات المقبلة وأهمها أولمبياد طوكيو 2021.
بين الطموح والتحدي بساط يفصل في المنافسة، هكذا كان عنوان تصفيات اختيار المنتخب الوطني بالتايكوندو، إذ لا بد من التحضير وتسمية اللاعبين المميزين للمشاركة في تصفيات آسيا وتصفيات أولمبياد طوكيو. ورغم النزالات القوية ما زال المستوى غير ملب للطموح بسبب عدم القدرة على توفير المعسكرات الناجحة وفقر الدعم المالي. طلقت تصفيات المنتخب الوطني لاختيار لاعبين المنتخب الوطني مشاركة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الشهر الخامس في الأردن، وكذلك التصفيات ونهايات المنتخب الوطني التي ستقام في يعني بطولة آسيا التي ستقام في لبنان شهر حزيران القادم. حقيقة اليوم جرت منافسات أربع أوزان إن شاء الله اليوم تكمل، واليوم الثاني يوم غد إن شاء الله أربع أوزان أخرى أيضا سيتم إنهاء إن شاء الله. حقيقة راح نتأمل أنه هذه اللاعبين اللي راح يمثلون المنتخب راح نزجهم معسكرات لمدة يعني أكثر من ثلاثة أسابيع أو شهر إن شاء الله في إحدى الدول القريبة من أجل المشاركة والاستعداد لهذه النهائيات. حقيقة جاي نشوف اليوم المستويات يعني دون الطموح، حقيقة مستوى جيد لكن دون الطموح، تعرف بدون وجود معسكرات ولا بطولات، تعرف اليوم لا موازنة بالاتحاد الحمد لله والشكر، لكن دعم من معالي وزير الشباب والرياضة اللي كنا كل الشكر والتقدير والاحترام. من بغداد والمحافظات تنافس أكثر من 100 لاعب في تحد من أجل بلوغ المنتخب الوطني، وأفرزت البطولة لاعبين جدد كانوا على قدر المسؤولية في منافسة أقرانهم المتمرسين والمشاركين مع المنتخب الوطني في بطولات عديدة. بطولة جدا قوية، أغلب محافظات العراق موجودة، منافسات جدا قوية، الصورة جدا رائعة عن لعبة التايكوندو عن الألعاب الفردية، وكل الشكر والتقدير على إنجاح هذه البطولة، وكل الشكر والتقدير أيضا للقناة الإعلامية اللي غطت هذه الأحداث المهمة واللي هي لعبة التايكوندو. كانت البطولة جيدة والحمد لله، وحاليا اللي صارت من اللاعبين الأربعة اللي فوز يلعبون دوري تصفيات ثانية، وإن شاء الله القادم أفضل يكون. شكرا للاتحاد المركزي وباقي أعضاء الاتحاد. في نادي وسام المجد قد يولد إصرار جديد أو قد يكون مجرد إسقاط فرض من المنهاج، إذ أن تأثر اللعبة بعدم توفر المال واقتصار الدعم على وزارة الشباب والرياضة قد يقوض أحلام الجميع. عدي حاتم، العراقية الرياضية. مشاهدينا قبل الختام أذكر بالعناوين. اليوم القوة الجوية يبدأ مشواره في دوري أبطال آسيا، والشرطة يواصل تحضيراته لموقعة الدحيل. الزوراء يحقق فوزا صعبا على الصناعات الكهربائية في ختام منافسات الجولة 27. العراق يحصد المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى. وللمزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملاحظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وإنستغرام. شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.